مؤتمراتنا في السعودية ما توقف، صرنا فعليا سوق ضخمة للإيفنتات في الشرق الأوسط. اللي ناوي يبني بيت أو ناوي يجدد بيته بأحدث التقنيات وآخر الابتكارات في مجال البناء والتشييد، اليوم في الرياض افتتح معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير معرض البناء السعودي 2023 بهدف تعريف الزوار بتقنيات البناء الحديثة وآخر الابتكارات والمنتجات والخدمات والاستشارات في هذا المجال، بمشاركة 127 شركة محلية و494 شركة دولية من مختلف أرجاء العالم.